اهلا بيكو. في الفيديو ده هنعمل شكل المربع المجسم، تابعوا معايا الفيديو ده. شكل المربع هنعمله مجسم بورق بنطبعه على ورق A3، وانا سايبه لكم الاشكال الهندسيه الرسمات بتاعتها الجاهزه في الديسكريبشن بوكس تحت، عشان شكل المربع والمستطيل بيكون صعب جدا لو هنشكله بورقه عاديه، فبيكون اسهل اني بطبعه على ورقه وبقصه وبعمله زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. قصيت شكل الورقه كده وبتنيه وبظبطه، وشوفوا معايا في الفيديو برضو بعمله ازاي. ومن الاطراف بيكون في حتت زياده عن الشكل دي بنحط عليها صمغ زي ما هنشوف مع بعض، وبنقفل المربع بالشكل ده. الاشكال الهندسيه دي بنعملها مجسمه ليه؟ عشان بنرسم بيها بعد كده، عشان بنعمل منها رسومات وتدريبات معينه، بان احنا بنحط اشكال هندسيه مجسمه من قدامنا وبنرسم منها، لاننا ما ينفعش نرسم من صوره، لازم نرسم من شكل مجسم لو حابين نتعلم رسم بشكل مظبوط. اي شكل في الدنيا هو مكون من حاجه من الاشكال الهندسيه، يعني مثلا جسم الانسان الراس على شكل دوريه، القفص الصدري شكل مربع او مستطيل، الدراع شكل مخروط، فعشان كده بنكون الاشكال الهندسيه بشكل مجسم بحيث نرسمها من منظور حقيقي بتكون شكل طبيعي. ودي تدريبات انا خدتها في كليه فنون جميله، الدكاتره بيدرسوها بالطريقه دي عشان اتعلم رسم بشكل مظبوط. فامشي معايا بالخطوات واحده واحده، واي حاجه باخدها بحاول اوريها لكم واطبقها على اليوتيوب، بحيث ان انتوا تتعلموا معايا برضو لو حد مش ملتحق بكليه فنون جميله وعاوز يتعلم رسم بشكل اكاديمي مظبوط. دلوقتي بعد ما تنيت الجوانب كلها بتاعه المربع والاطراف الزياده دي، بحط على الاطراف الزياده الصمغ الستيك بحيث ان الزقها زي ما بتشوفوا معايا في الفيديو. سيبكم تشوفوا بقيه الفيديو بعمله ازاي. زي ما قلت لكم لازم بطبع قبل ما ابتدي اعمل مربع ومستطيل، بالذات لازم اطبع الصوره الاول على ورق A3، وانا سايبها لكم في الديسكريبشن بوكس بحيث ان انتوا تطبعوا منها. وبس كده، ده شكل المربع. ما تنسوش تشوفوا باقي الفيديوهات اللي عملتها لباقي الاشكال الهندسيه، سايبه لكم اللينكات بتاعتها فوق، عشان نعمل اكبر عدد ممكن من الاشكال الهندسيه ونبتدي بعد كده نعمل بيها التدريبات بتاعتنا ونمشي مع بعض واحده واحده في التدريبات اللي بنعملها عشان تعليم الرسم من البدايه. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوش تشوفوا باقي الفيديوهات اللي عملتها، هتحبوها جدا، وتعملوا لي سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو لو حبيتوه. باي.